كيبدلوا معانا وراه حتى هما مواطنين بحالنا بحالهم تما راه تنضربوها كاملين اصحابي. كيفاش كيجوك اخويا الترتيبات الامنيه في مدينه اسفي اليوم؟ الحمد لله وشكرنا ما عمرهم ما كيتعداو علينا ما حتى حاجه ديما حنا معاهم شي واحد 10 سنين ولا 15 عام. المسائل ديالك دير المسائل ديالك قانونيه وتمشى بالقانون ديالك واحترم القانون ما كاينش اللي ادي ماشي في اسفي في المغرب كله. الحمد لله وشكرنا ما عمر شي واحد ادانا ولا شي حاجه ديال المسائل ديالك كتمشاو بالقانون ديالنا الديسك المسائل ديالنا الضويوات والحمد لله وشكرنا ما كاينش المشكل. تزول مره وترجع الامور لمجراها والحمد لله على كل حال وصف. كيفاش يجوك الترتيبات الامنيه في مدينه اسفي؟ تبارك الله الناس واقفين ومستعدين وما عندي ما نقول الله يكون في عوانهم. كنتمناو غير بنادم يحضي راسو صافي هادشي اللي كنتمناو نتمناو بنادم يحضي راسو صافي. مزيان هاد الاجراءات الامنيه في ليله راس العام حيت كاين الناس بزاف كيخرقوا القانون في هاد الليله. بالنسبه للمخدرات كدور بشكل كبير في وسط المدينة هادشي اللي خصهم يحدوا من هادشي. بغيت نقول للمغاربة عيط كيسو ليلة راس العام حيت كيكثروا حوادث بزاف وبنادم مكيشورش كلشي كيبغي يخرج في هاد الليلة راه بحال الليالي كاملين. الله يطول في عمرهم والله يخليهم لينا. نتمناو سنة سعيدة للجميع وكنشكروا سيدي السلطات المحلية على هذا المجهود اللي قايمين به ولا هاد زعما المجهودات كامله بوغ اسيغي لا سيكوريتي ديال المواطنين وكل شيء. وخويا والله يدخلها على الجميع بالصحه والسلامه و نتمنوا ان هاد المدينه تزيد شويه للقدام. بون هي راه كاين تطورات بارابور لو باسي وكنتمنوا هاد التطورات انهم يزيدوا يبقاو غاديين واخا هما غاديين بواحد لا كادونس بطيئه ولكن او موان بعدا راه كنقولوا راه كنشوفوا واحد الاختلافات بارابور لو باسي. لا ماشي حاجه لي بريسيز ما اش غنقول لك. انا ليسونسيال عندنا اون غروسو مودو هو ان كاين تطورات هادشي هو البيت ديالنا حنا.